بسم الله، هشوف مع بعض ازاي ارسم دايرة واكتب عليها كلام. لو انا هرسم دايرة عادي من هنا بحدد البداية بتاعتي ونقطة النهاية بالشكل دوت، واختار تكست عشان اكتب. اكتب تكست مثلا هلو وورلد، وبعد كده هعمل سيلكت هما الاثنين، ومن تكست هقول له بوت امباص، يعني حط الكلام ده في المسار اللي انا مديهولك، وهقول له خليهم لجروب. تمام، اقول له لف فيلف بالشكل دوت. ممكن اجي اروح قايل له انا عايز الكلام بس، ادوس مرتين بسرعة عشان اقدر اتحكم في الكلام، اديله مسافة عشان تطلع لفوق، واقدر اغير التكست زي ما انا عايز، اقدر اغير ارتفاع الكلام. تمام، دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي انا عايز اخلي الشكل دوت في كورتين، فادوس كنترول دي بقى عندي كورة تانية. عايز تكبر بنفس الحجم في كل المسارات في كل الاتجاهات، فمن بص اقول له دايناميك اوفست، الاقي النقطة دي هحركها بالشكل دوت، اغير اللون عشان يبقوا الاتنين مختلفين شوية. تمام، هبدأ ادي اخلي دي بقى هي اللي ورا، فمن اوبجكت هقول له ايه لور تو بوتوم، او ادوس على انت بدل ما بالشكل دوت. ده مجرد مثال بسيط، ممكن ترسم هنا اي شكل انت عايزه، وممكن تكتب برضه الكلام بنفس الطريقه تحت، بحيث ان انت تدي تعمل شعار مثلا لشركه او حاجه زي كده.